هذا وقد أعلنت الحكومة عن خطة لتمكين المحليات لإزالة تعديات البناء على شفتي الأراضي الزراعية. مصالحنا هتضيع فتكات، يعني يرضيكي هدولنا الكمباوند الجديد اللي لسه بانيينه؟ هو مين اللي يهده ده؟ وهو انت قليل؟ عشان كده يا فتكاتكت محتاجين نسد في المحليات لرجالتنا. همتك معانا بقى، شوفي لنا مين ينفع ينزل تبعنا، بس بشرط نضمن ولاؤه لينا. وطبعا ديك الحلاوه يا فتكاتكت. يا أبلة عزة، يا ريت ترشحي لي ناس محترمة تنزل في المحليات تبع نايب مجلس النواب عن دايرتنا، وهو يا اختي هيتكفل بمصاريف دعايتهم، والحلاوة اللي هيديها لي هنقسمها بالنص. يا خبر يا فتكات، لما يسيطر أبو ملقاط على المحليات يبقى ادينا القط مفتاح القرار. انتي مش عارفة ده مبور أرض زراعية قد إيه عشان يطلعها عماير. الله، احنا هنبص في رزق الراجل وماله لما يحمي مصالحه. ماله؟ لا مش ماله، ده مالنا كلنا. المحليات دي هي اللي بتحسن الطرق والمية والصرف الصحي والإنارة. لما تتفرغ لخدمة مصالح أبو ملقاط، مين هيحمي مصالحك ومصالح ولادك ومصالح أهل البلد؟ العلم نور يا ست الأبلوات، الراجل كان حيوقعني في غلط كبير. لازم فعلاً نجيب أعضاء يخدموا أهل البلد مش مصالح شخصية. دي بلدنا وده حقنا، هنشارك في الانتخابات ونختار صح عشان نعيش صح.